لننقل كلمة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كل القوى السياسية بدعم مساعي الحكومة الجديدة على طريق الاستقرار والنمو والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وعدم تعريض المتصدين لهذه المهمة النبيلة إلى الطعن والتنكيل والضغوطات والابتزازات على حساب مصالح الناس والوطن بكل الشرف واحتزاز نسلم الأمانة والبلد ليس فقط بحال أفضل وإنما العراق هو أسرع نمو اقتصادي عربي في عام 2022 بمعدلات نمو تسعة فارز ثلاثة حسب صندوق النقد الدولي في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤا واسعا وكبير. بالارقام اتكلم اليكم استلمنا الاحتياط النقدي في العراق قبل سنتين وكان الاحتياط بحدود 49 مليار دولار وفي مرحله انخفاض. واليوم بحمد الله الاحتياط 85 مليار دولار في مرحله تزايد وكذلك استلمنا احتياط من الذهب بحدود 96 طن. واليوم وصل احتياطنا الى 134 طن. استلمنا خزينه شبه خاويه والاقتصاد العراقي كان في مراحل انهيار حتى رواتب الموظفين والمتقاعدين ما كان بالامكان دفعها اليوم خزينه البلاد عامره والحمد لله وهي بانتظار موازنه مسؤوله ونزيهه لصرف الموارد في بناء الوطن والاستثمار في الانسان العراقي واحده من اهم اولوياتنا كانت الحفاظ على المال العام وزيادة الخزينة والاحتياط وليس هدر مال الناس مثل ما يروج البعض بهدف تشتيت المسؤولية عن المتورطين الحقيقيين بالفساد وبقضايا الفساد وإحداث بلبلة حتى يكون عندهم مساحة للتلاعب هذا كله رغم أن حكومتي لم تمنح الموازنة إلا لمدة ستة أشهر خلال سنتين قلناها سابقا ونقولها اليوم ان الازمه الاقتصاديه تحتاج الى اجراءات عقلانيه طويله طويله المدى ووضعنا اسسها في اصلاحات اقتصاديه نتمنى ان يتم الاستمرار بها لحمايه مستقبل اطفالنا واجيالنا من الضروري تحقيق التضامن السياسي لدعم المشاريع الاستراتيجيه مثل ميناء الفاو الكبير الذي تقدم خطوات كبيره مؤخرا ومشاريع الغاز والطاقه والطاقه البديله والمستشفيات والمدارس ومشاريع الاعمار والاسكان التي دخلت الخدمه او التي ما زالت في طور الانشاء وان الاستمرار على النمو الاقتصادي الذي تحقق وتطويره يحتاج الى تكاتف الجميع بروح الاخوه لا بروح التصادم الذي يضعف الوطن ويستنزف قدراته ويفوت الفرص في تحقيق تطلعات شعبنا العزيز. فيما يخص الوضع الأمني نحن نسلم وضعا أمنيا متماسكا تم فيه القضاء على جيوب الإرهاب وتعزيز القوات الأمنية بمختلف صنوفها بالتدريب المهني والتجهيز والتسليح مما أدى إلى ارتفاع التصنيف العالمي لجيش العراق البطل من سبعة وخمسين إلى أربعة 34 عالميا وسيكون على الحكومة الجديدة البناء على كل ذلك وتطويره واستمرار دعم الجيش وأجهزة الأمن وحفظ السلم الاجتماعي إن الأزمة الاجتماعية التي صاحبت التظاهرات الشعبية في تشرين وما بعدها كرست أجواء انعدام الثقة انعدام الثقة بين الشعب وأجهزة الدولة وسالت دماء زكيه كثيره وبريئه من ابناء شعبنا العظيم. بذلنا كل الجهود لاجل استعاده الثقه بين الناس والشعب والدوله. وعملنا بقوه من خلال تدريب قواتنا على التعامل السلمي مع المتظاهرين وحظر ومنع استخدام العنف والسلاح اتجاههم. واعتمدنا سياسه الاعتراف بالتضحيات الكبيره التي قدمها شباب العراق وشاباته. وعوضنا عوائل المتضررين وحفظنا حقوقهم وندعو كذلك لاستكمال هذا الواجب الشعب الكريم العزيز الحبيب العراق بلدا ليس استثنائيا في ظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية التاريخ يحدثنا عن تجارب عديدة من سنغافورة إلى دولة الإمارات الشقيقة إلى كوريا الجنوبية وراوندا وغير الكثير من البلدان تجاوزت فيها تلك الشعوب والدول الازمات عندما نظرت نخبها السياسيه وقادتها الى الواقع برؤيه تضامنيه مسؤوله وليس بمنطق التغانم ومحاوله امتصاص الموارد والصفقات الحزبيه الضيقه. نعم نعم بامكان شعبنا ان يتجاوز كل تلك الازمات ليصنع واقعا ومستقبلا يليق به وبتاريخه ولكن بشرط واحد هو الولاء للوطن وندرك الجميع ان لا طريق الا بالحوار والتفاهم ومصارحه الشعب بالحقائق واحترام المؤسسات الدستوريه والقانونيه. شعبنا العزيز لقد نفذت هذه الحكومه واجبها باجراء انتخابات عادله ونزيهه وشفافه وبشهاده واشاده الجميع داخليا ودوليا بالرغم من كل الاتهامات الظالمه والاكاذيب التي وجهت الينا مع اننا لم نشارك في تلك الانتخابات لحمايه نزاهتها ودعنا كل جهد لتشكيل حكومه وفق الدستور وتعهدنا بتسليم الامانه وحفظ تداول السلم للسلطه وفعنا واثبت الواقع بعد سنتين بطلان كل ما نفثوه من سموم وباطيل بدات قبل تسلمنا المسؤوليه حتى يومنا هذا ضمن حمله ممنهجه ذات طابع سياسي انتقامي تستهدف كل جهد وانجاز ونجاح قامت به هذه الحكومه من واجبي ان اقدم النصيحه بان الضغوط الحزبيه والابتزاز السياسي لاي حكومه سوف يعيق استكمال الاصلاحات الاداريه والاقتصاديه في البلد وكذلك مواجهة تحديات في المستقبل بل وعيق واجب القضاء على الفساد الذي ما يزال للأسف يمتلك أذرعا قوية ويحتاج إلى موقف وطني شامل وجاد لانتزاعه من خلال دعم الإصلاح واحترام القانون نسلم المسؤولية اليوم للحكومة الجديدة والعراق يحظى بتقدير إقليمي ودولي متزايد وأصبح وجهه لحل الخلافات المعقدة وتعقد فيه المؤتمرات الاقليميه والدوليه مثل مؤتمر بغداد للشراكه والتعاون لقد فتحت حكومتي افاق تعاون واسعه مع شقاء العراق وجيرانه ومع المجتمع الدولي وكانت سياسه العراق الخارجيه تنسجم مع طلعات شعبنا المسالم التواق الى التقدم والازدهار والرفاهيه وحب الحياه والتمسك باصالته وسيادته وروحه الوطنيه. فاشكر كل الشكر الى شعبنا العزيز الحبيب الذي دعمني طوال المرحله الماضيه. الشكر الى مقام المرجعيه الرشيده التي كانت وسوف تبقى صمام امان لهذا الوطن العزيز. الشكر كل الشكر لشباب العراق وشاباته الذين اثبتوا بتضحياتهم حرصهم على الوطن وادراكهم للتحديات اشكر القوات العسكريه والامنيه بكل صنوفها التي صبرت من اجل حمايه العراق واهله اشكر كادر الدوله من وزراء ووكلاء ومدراء وصولا لاصغر موظف حافظ على الامانه رغم المصاعب والتحديات والمغريات اشكر كل الداعمين الذين ما بخلوا علينا بالنص والمشوره والنقد البناء وحتى النقد القاسي اشكر الفريق المهني الذي رافقني طوال هذه المهمه النبيله غير مبالي بالتهديدات والتجاوزات والابتزازات اشكر دول العالم وحكوماتها كافه الشقيقه والصديقه التي وقفت معنا وما زالت لتجاوز الصعوبات ونواجه الارهاب معا الشكوى والعرفان لكل العراقيين في كل بيت وحي ومدينه على امتداد الوطن الذين كانوا اهلي وسندي وحزبي منذ لحظه تولي المسؤوليه وسوف يبقى دينهم وفضلهم في عنقي. السلام على العراق، السلام على العراق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إذا كانت هذه كلمة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي والتي أوجز من خلالها واستعرض إنجازات حكومته التي سبقت وقال أنه بكل شرف واعتزاز يسلم الأمانة العراق هو اليوم أسرع نمو اقتصادي في هذا العام في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤا على مستوى آه نمو الاقتصاد تحدث على احتياطي العراق النقدي استلمه في وقت حكومته كان منخفضا الآن هو بمرحلة تزايد وتعافي تحدث أيضا على آه النفط آه عفوا احتياطي الذهب والذي قال انه تضاعف ايضا خلال المده المنصرمه خزينه البلاد اليوم عامره كما يقول الكاظمي وهي انتظار موازنه نزيها للمرحلة المقبلة تحدث عن أن أولويات حكومته كانت الحفاظ على المال العام وليس الهدر كما يتهم من قبل البعض الذي لم يسمح حكومته لم تمنح موازنة إلا ستة أشهر في فت سرى أمدها عامان كان فيها الكاظمي تحدث أيضا عن أن الوضع الأمني هو في تماسك تم القضاء على جيوب إرهاب وتعزيز الجهد الأمني في المرحلة السابقة تصنيف الجيش العراقي عالميا ارتفع في هذه المدة تحدث أيضا عن تعاطي العراق مع دول الخارج وايضا المؤتمرات الدوليه التي عقدت شكر المرجعيه شكر كل من عمل معه في هذه المرحله كانت هذه ابرز النقاط التي تطرق اليها مصطفي الكاظمي في كلمته قبيلة تسليم منصبه لخلفه <applause>